لك فترة تدور لك جوال صح، بس في نفس الوقت تبغى تلعب ألعاب على نفس الجوال، ما لقيت لك جوال يعطيك الألعاب ويعطيك الاستخدام اليومي للجوال كتصوير كاستخدام كمرونة ككل شيء. جاب لكم اليوم يا جماعة الخير جوال أوبو فايند إكس 2 برو. طبعا الجوال هذا صدمني للأمانة، قاعد استخدمه لي كم يوم وصراحة أنا منصدم بالأداء حقه. تدرون الجوال هذا الشاشة حقته تدعم 120 ريفرش ريت، اللي هو معدل التحديث حق شاشات البي سي، يدعمها الجوال هذا. غير كذا يدعم الفور كي، الشاشة حقته كيو اتش دي، يعني المواصفات اللي موجودة في الجوال هذا ما تلقاها إلا على الكونسل وعلى البي سي وعلى أجهزة مخصصة للجيمينج فقط، لكنها موجودة في جوال أوبو فايند إكس 2 برو. وتستمتع بتجربة للألعاب مرة رهيبة. قاعد ألعب لعبتين، لعبة سيارات فيها شاشة أو فيها حركة شاشة مرة سريعة، حركة الكاميرا مرة سريعة عشان أشوف قد إيش الفريمات قاعدة تعطيني، وبرضه قاعد أجربها على ببجي. أكيد بجرب الجوال على لعبة ببجي. من جدك أنت ويا؟ حركة الشاشة في الجوال مرة مرنة ومرة سريعة ومرة دقيقة، تحس إنك قاعد تحرك شاشة بي سي. برضو من مميزات الشاشة هذه انها تعتبر اكثر شاشة تعرض الوان في اجهزة الاندرويد كاملة. طيب خلصنا الشاشة، خلونا نروح مثلا للكاميرا. مثلا انت شخص برضو تبغى تستخدم الجوال للتصوير مو بس للالعاب. الكاميرا حقت الجوال هذا يا جماعة الخير 48 ميجا بكسل، مو بس عدسة واحدة او عدستين، في ثلاث عدسات. وايد انجل اللي هي العدسة الواسعة العادية، الترا وايد انجل اللي هي عدسة واسعة جدا، وبرضو عندك زوم الى 60. الزوم حقه الى ضرب 60. للأمانة جربت الزوم يا جماعة صدمني، والله العظيم صدمني. يعني مو بس يزوم لك شيء ويطلع لك كذا مغبش وخلاص يلا زومت لك، لا يوضح لك التفاصيل حقته. غير كذا الكاميرا فيها النايت مود او الرؤية الليلية او مود الليل، او الزبد انك تقدر تصور في الظلام. حرفيا اذا المكان حقك ظلام ما في اضاءة تقدر تصور عادي وتطلع لك صورة بجودة مرة رهيبة. مو بس الكاميرا الخلفية، برضو الكاميرا الامامية بقوة 32 ميجا بكسل وفيها الوضع الليلي او الرؤية الليلية. والالوان يا جماعة الخير في الكاميرا، حدثني على الالوان، الوان مرة رهيبة. ومن الاشياء اللي مرة رهيبة في الجوال ذا، اوكي اشياء كثيرة رهيبة يا جماعة، بس قاعد احاول اعدد لكم الاشياء اللي انا استمتعت فيها من جد واشوفها ما نادر تلقاها في جوالات. انت الحين تاخذ الجوال للالعاب، اوكي استخدمته ساعتين ثلاث وخلص شحن، تقول تنتظر ساعة ساعتين عشان يشحن فل مرة ثانية؟ لا، الجوال هذا فيه ميزة الشحن السريع. تدري انه يشحن الجوال اذا كان طافي يخليه فل في 38 دقيقة بس. 38 دقيقة يعني يمديك تروح تاكل بعدين تروح الحمام وترجع تلقى خلص وتقدر تلعب مرة سريع. يعني بحط لكم الحين فيديو سرعت فيه الوقت لمدة 10 دقائق بس، الفيديو شحنت فيه الجوال خلال 10 دقائق، بوريكم كم شحن. يا رجل صدمني، والله صدمني. في شيء برضو مهم في الجوال لا انسى اذكر، انه يدعم خاصية ال5G، مو اي 5G، من احدث التقنيات حقت ال5G. ما ادري شين قاعد اسوي كذا بس متحمس 5G يا جماعه. زبد طولت السالفه حقتي، خلوني بدخل كم لعبه كذا، ابغاكم تستمتعون معي. السماعات حقت الجهاز مره رهيبه، مره رهيبه. عندك سماعات هنا وعندك هنا في الجهه الثانيه، يعني تعطيك احساس السماعات المحيطيه. اسمع، عندنا لعبه السيارات هذه لي كم يوم العبها صراحه، اللعبة جدا ممتعة، فيها حركة مرة سريعة، فعشان كذا قاعد اختبر الجهاز فيها، وصراحة يعني نتائج اسطورية قاعد اشوفها. مرونة اللعب وحركة الكاميرا وما في اي تعليق، والجودة كلها توب، لدرجة اني قاعد العب وقت مرة طويل ونسيت اني قاعد العب على جوال. يعني انا متعود العب على بي سي لكن نسيت اني العب على جوال بحكم ان الشاشة حقته والجودة حقت العرض حقت اللعبة مرة رهيبة. ايزي يا بوي، مين الاول؟ مين الاول؟ والله مرة ممتع اللعب على الجوال ذا يا رجل. وصراحة في شيء عجبني، ما يحتر، يعني ما تحس ان الجوال اوه احتر يلا خلني اوقف لعب عشان يبرد شوي، لا ما قاعد احس بحرارة ابدا. المرونة في ببجي يا جماعة الخير مرة رهيبة، الجرافيكس مرة رهيب، قاعد العب على اعلى اعدادات مع ذلك اشوف مرونة مرة رهيبة، ما في اي تقطيع، ما في اي لاج، ما في اي مشاكل. على العموم قولوا لي ايش رايكم، هل ممكن انكم تجربوا الجوال ذا ولا لا؟ انا بكمل لعب وانت عاد اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش رايكم في الجوال.